السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم في قناة روائع وابداع دهبك. النهاردة يا جماعة هقدم لكم فيديو او كورس جامع كبير، اللي مش هيقدر يستحمل ما يقعدش على الفيديو، لان انا هقول معلومات كتيره وهدخل في مواضيع كتيره شامله للمبتدئين. ان شاء الله يكون مفيد وما تزهقوش منه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا جماعه عايز ادي فكره لنظريه، اول حاجه لنظريه الباور. اولا اي جهاز في الدنيا، اي جهاز الكتروني في الدنيا لازم له دايره باور، دايره انتاج جهد مناسب للجهاز اللي احنا هنشغله، سواء مثلا راديو، تلفزيون، شاشات LCD، مسجلات، اي جهاز الكتروني في الدنيا لازم له دايره باور، لازم له اولا 220 بناخدهم من الدي سي، بناخدهم من القابس او الفيشه اللي هي موجوده في الحيطه ال 220. الناتج النهائي يطلع علينا عده جهود تطلع من هنا من الخارج بتاع دايره الباور بتناسب عده جهود، لان انا مش جهد واحد هيطلع، ده انا عندي دايره صوت، عندي دايره فلاشه مثلا بالنسبه بالنسبه للريسيفرات، عندي دايره البروسيسور، عندي دايره الاشاره ودوائر تانية، كل واحده من دولك محتاجه جهد مختلف، فلازم اغير الجهود، اطلع جهود مختلفه الفولتيه وبرده مختلفه التيار عشان اقدر اشغل الجهاز بطريقه كويسه، ما يحصلش مثلا اهتزاز، ضعف اشاره، ضعف صوت، لان كل ما دي الخارج من الخروجات دي يتاثر سواء بالزياده او بالنقصان بيأثر على الدائره اللي بيشتغل فيها وبيعمل لي مشاكل في الجهاز اللي انا بتفرج عليه، مثلا لو كان تلفزيون او شاشه او ريسيفر او حتى راديو. يعني حتى لو راديو يا جماعه زياده الفولت ممكن يبوظ اي سيهات، تقليل الفولت ممكن يطلع لي صوت مش عالي، مثلا يطلع لي صوت في خنفان، في مثلا طنين، خصوصا لو تلف احد المكثفات في دايره اللي هي بتشغله، مثلا نسمع صوت طنين زي ده معناه ان في الجهد ما ترشحش. طيب دلوقتي ايه النظريه اللي احنا بنقول عليها بقى؟ النظريه يا جماعه في الدوائر الحديثه مختلفه جدا وتطورت عن زمان. زمان كنت تدي الجهاز مثلا تلفزيون اللمبات دوك، مثلا انا برجعكم كده للزمن يعني مع بعض كده، فكان بياخد ال 220 بيطلع لي مثلا الجهد زي ما هو 220 او 110 او حاجه زي كده، بس غير ثابتين. نلاقي مثلا ايه الكهرباء تزيد، العموميه تزيد او تقل، نلاقي الشاشه تلعب، المحطات تختفي، الجهاز يعتم، فبيتاثر بعلو وهبوط الفولت العمومي للتيار. يعني مثلا حمل في الشارع بتاعنا مثلا حصل فرح او حصل حاجه، تلاحظ ان الكهرباء هبطت في المنطقه واثرت على الاجهزه. حصل تطور بعد كده وقالوا لا احنا عايزين الجهاز يشتغل على دايره باور مهما يوصلها 90 فولت تشتغل، يوصلها 220 تشتغل، 180 تشتغل، 300 فولت تشتغل، يعني نقدر نتحكم في انخفاض وارتفاع التيار الواصل لدايره الايه الجهاز اللي احنا بنشغله، سواء تلفزيون او اي حاجه ثانيه. علشان يا جماعه نشرح دايره الباور، دايره الباور عموما مش الريسيفر، انا بعمل شاهد على دايره الباور العاديه. عشان نشغل دايره الباور لازم ندخلها 220 فولت، طبعا في الريسيفر ده هنا السنتين دول هم ال 200 اللي بياخدوا 220 فولت. اهو يا جماعه 220 فولت اهم، ادي السنه اهي وادي السنه اهي. بعد كده بناخد ال 220 دي نوديهم فين؟ الفيوز. الفيوز ده يا جماعه زي ما احنا شايفين اهو، زي ما احنا شايفين ده بياخد ال 220 فولت بيتحط كده كحمايه للجهاز، بحيث لو تم سحب كهرباء زياده في دايره الباور او الدايره اللي هي بتشغلها دايره الباور ده بيفصل. فبصوا يا جماعه لو جبناه على الوضع اللي هو الصفاره الافوميتر نلاقيه مثلا ايه شغال اهو كده شغال. طبعا في ساعات احيانا يا جماعه السنه دي ما بتبقاش موصله للطرف المكثف ده، فنشوف كده الطرف ده مع الطرف ده لقيناه متصل، ولقينا كده متصل يبقى كده ال 220 ماشيين في مسارهم ما بعد الايه؟ الفيوز. طبعا الفيوز يا جماعه مش كلها بعض، للاسف في ناس بتغلط كتيره، يجيب فيوز اي فيوز، يعني مثلا فيوز زي ده
أو مثلا اتنين تقريبا 2 أمبير. مثلا لو 2 أمبير ده يا جماعة غيره ب2 أمبير، ما غيرش ب1 أمبير. لو غيرت ب1 أمبير يا جماعة، لو هو بايظ هيتلف، هيتم فصله، هيتم يعني هيسرق، هيمشي. ده المفروض يمشي فيه 2 أمبير، تروح انت حاطط له 1 أمبير تحمل 1 أمبير، هتلاقيه فصل على طول، ومش هتعرف ايه يعني ايه اللي بوظ الدايرة دي. الدايرة فصلت ليه؟ هل فصلت لان ده ضرب، ولا هي دي محملة عليه؟ فطبعا عشان اعرف كده لازم اجيب واحد لقديه بالظبط. ده 2 أمبير ماشي، طبعا 2 أمبير 220 فولت او ازيد في الفولت. لو ضرب تاني تعرف ان في قفلة، بدل ده فصل، بعد ما انا لقيته فاصل اعمل ايه؟ اروح اشوف ايه بقى اللي عندي فيه شورت. مثلا احد الدايودات دي فيها شورت، في قفله، لو في قفله هيديني ايه؟ صفاره زي كده. لقيته اشتغل ما فصلش، يبقى كده الدايره ما فيهاش شورت، مش متحمل عليها حاجه، لان ده بيفصل بعد ايه؟ لما بيحصل تحميل عليه جامد، حدوث شورت في مثلا في الدايره اللي هي الايه اللي احنا بنسميها الجزء الايه الحار ده، اللي هو فيه كهرباء ال 220 وبتوصل ل 300 فولت، او شورت في الاي سي الرئيسيه بتاعت التقطيع. فطبعا لما اجي اغيره قد ايه بالظبط؟ احيانا ممكن اغيره، يعني مثلا ده 2 امبير اروح مديله مثلا 2.2 لان احتمال مع التشغيل يا جماعه القطع، في قطع على في الجهاز بتتحرك قيمتها بتسحب اكتر من قيمتها الاصليه، كان في مثلا حاجه قلت قيمتها فبتسحب تيار، فنلاقي كل شويه الفيوز يضرب، الفيوز يروح ضارب نتيجه ان انا ايه حملته او حصل تغيير في بعض القطع قليلا، سحب التيار فاصبح التيار السحب اكبر من الايه الفيوز. فيجب الالتزام يا جماعه بقيمه الفيوز، واذا تكرر ضربه لازم اعرف ايه ايه السبب في ايه في اللي هو محمل وحصل فيه شورت. وحصل فيه شورت يعني يا جماعه، يمكن انا قلت في الفيديو حصل فيه شورت ان هو بقى مثلا المكون زي ده بقى سلكه، يعني المفروض ده ما اجي اقيس كده اهو، دي اسلي 600 4 683. لو اداني صفر يا جماعه اتحول لسلكه، يعني ده ملوش لازمه، مش هيوحد حاجه، يعني ده فايدته توحيد التيار. اداني سلكه يبقى مش هيوحد، هيعمل قفله بالجهاز وعمل شورت، عمل شورت دايره، يعني اتقلب لسلكه بالعربي كده. بعد ما دخلنا الفيوز ده، دايره الباور عموما محتاجه فلتر. في الاجهزه الكويسه بيحطوا فلتر اهو يا جماعه عشان يمنع التعرجات ويمنع اي حاجه خطا تدخل للايه للدايره تاذيها، مسمينه فلتر. فلتر ده عباره عن ايه يا جماعه؟ ده عباره عن ملفين اهو يا جماعه، ملفين اهم، ملف اهو، ملف اهو، ملف اهو، يعني من النقطه دي من النقطه دي ملف، من النقطه دي من النقطه دي ملف، جنب بعض اهمك اهو يا جماعه كده، ادي ملف اهو وادي ملف، ده اسمه فلتر. فلتر بالمعنى حتى اتقلبت عربي الكلمه، يعني بيصفي وبيمرر حاجات وما يمررش حاجات. المهم بقى يا جماعه يخرج من هنا يطلع لي 220 فولت على الطرفين، ايه يدخلوا من هنا يطلعوا لي من هنا برضو 220، بس ما فهمش مثلا ايه الحاجه او الشراره او التدخلات اللي هتاذي لي دايره الباور، سواء في اي دايره باور في اي جهاز الكتروني. يعني لما تلاقي الحاجات دي موجوده، يعني في بعض الاجهزه التعبانه ما تلاقيش الفلتر ده، ما تلاقيش مكثف زي ده، مكثف اللي هو المكثفات السيراميك، برضو دي من ضمن الحمايه اللي بيعملوها لدايره الباور، ان ما يحصلش تشريز، ما يحصلش تعرجات جامده، ده نوع من الحمايه لدايره الباور. صفينا يا جماعه كده الاشاره بواسطه ايه؟ يعني بصوا هنا في فلتر، كنت عايز اجيب لكم واحد من غير فلتر، ما بيبقاش فيه الفلتر ده. المهم بعد كده طبعا دخلنا 220 اي سي، بس احنا ما بنشغلش الاجهزه الالكترونيه على الاي سي، يعني الدوائر الالكترونيه ما بتشتغلش على الاي سي، ده دايره الباور بتاخد الاي سي يا جماعه وبتحوله دي سي لفولتيات متعدده، او فولت واحد في بعض الاجهزه الالكترونيه زي التلفزيون، او فولتين او فولتين، وممكن بعد كده بيولد الايه بيولد فولتيات ثانيه من دايره مثلا اللاين، بحتاجها ثاني في ايه في الدوائر داخل التلفزيون التلفزيونات العاديه. بعد كده يا جماعه احنا كده دخلناها خرجناهم من هنا، عايزين نوحدهم. طب نوحدهم يعني ايه يا جماعه؟ نوحدهم معروف ان التيار الاي سي يعني غير ثابت، مش مستمر، مرة سالب ومرة موجب، مرة يعكس الطرف ده سالب ومرة ده، يعني متغير متقطع. احنا عايزين دي سي عشان يقدر يشغل الدواير بثبات، ما فيهاش مثلا تزيد او تأثر على تأثر على الدواير قلناها اللي في الاجهزه اللي احنا بنشغلها، سواء ريسيفر
او تلفزيون او راديو او LCD او اي جهاز الكتروني تاني. دخلت هنا يا جماعه الحاجات دي دخلت على الموحدات. غالبا يا جماعه بيشتغل الريسيفرات او التلفزيونات الحديثه بتشتغل على ايه؟ امطره. امطره يعني يا جماعه يعني ايه؟ اربع موحدات او امطره ليها ايه؟ اربع اطراف، طرفين داخل وطرفين خارج، طرفين داخل اي سي وطرفين خارج ايه؟ اي سي. ده عشان واحد الطيار كله او دايره كامله، اسمها دايره دايره كامله. في طبعا نص دايره بناخد بس دي ما تنفعش في الريسيفرات عشان برضو احنا عايزين جهد ناعم ومستمر ونقي. بيستخدموا مثلا ايه؟ اتنين بس، يعني اتنين يدخل فيهم طرف من اطراف 220 والطرف الثاني يوصل على طول ايه للمكثف الكبير اللي هو ينعمهم. المهم احنا خرجنا كده طبعا دايره التوحيد دي عشان نختبرها، او الامطره اختبار يعني الموحدات دي. طبعا المبتدئين يعني اغلبيتهم بقى يعرفوا دلوقتي، قليل بقى اللي لسه داخل جديد. طبعا ده بيقيس في الاتجاه او زي ما احنا شايفين 632. نيجي لو عكسنا الاطراف وعملنا كده ما يقيسش حاجه، ده يبقى سليم. لو قاس من ناحيتين يا جماعه يبقى بايظ، لو قاس من ناحيتين يبقى بايظ. لو قاس لي شورت اداني صفر او اداني قيمه اصغر من ال 683 ده بس، ولو هو خارج الدايره يبقى كده بايظ. بس انا لو شكيت فيها اخلع طرف واقيسه خارج الدايره واشوفه اداني شورت وهو خارج الدايره يبقى كده بايظ بايظ. ممكن يكون في شورت عليه تاني، ممكن يكون الايه؟ الموحد اللي جنبيه مثلا او حاجه هي اللي عامله شورت. يعني مثلا اجي اقيس كده اروح مديني شورت كده، ممكن تكون الاي سي ضيق، فلازم اخلع الموحد ده عشان اقدر اتاكد الشورت فيه هو ولا فيه مثلا الاي سي ضيق. لان دي ساعات ما بتدي شورت داخلها بتروح مقصره على ايه؟ لو جيت تقيس على الموحدات تلاقي ايه؟ مديني قافله، مديني شورت ومديني صفاره. فطبعا عشان اتاكد لازم اخلع طرف من الاطراف بتوع الموحدات وايه؟ واقيسه هو خارج الدايره. بعد كده يا جماعه زي ما احنا شايفين خرجت هنا، خرجت الفولتيات دي 220 بعد توحيدهم، هدخلهم على ايه؟ على 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 ايه اسمه دوت؟ مكثف. مكثف زي ده يا جماعه، ده مكثف التنعيم. ادي الموحدات اهي في الدايره دي، وادي ده اسمه مكثف التنعيم. ليه طرفين، طرف سالب اهو متعلم بعلامه الناقص دي كده، او مدي الشكل الفضي، والناحيه دي سودة اهي ما فيهاش حاجه. لو بصينا من تحت كده اهو الطرفين اهم يا جماعه. طبعا زي ما احنا شايفين دي مكان الاي سي، مكان المكثف. ده الطرف السالب يا جماعه اللي هو عليه الخطوط دوت، وده الطرف الموجب. وغالبا يا جماعه وممكن نلاقي بعض الدوائر حاطين علامه ناقص هنا وعلامه موجب هنا زائد كده. في الدوائر بقى في بعض الدوائر الثانيه بيبقى شرطتين كده يا جماعه، شرطه كده وشرطه كده، وهنا كاتبين لك موجب وهنا سالب. دخلنا الفولت ده على ايه؟ هنا على الايه؟ بعد ما طلع من التوحيد راح للمكثف دوت، بيديني 300 فولت. ايه 300 ايه؟ فولت. ودي المعجزه يا جماعه. المعجزه ازاي 220 يوصلوا ل 300 فولت على المكثف؟ طبعا المكثف له دور كبير. طبعا بيبقى مثلا المكثف قيمته صغيره وفولته حوالي 400، يعني من 350 ل 400. بيبقى مثلا ايه؟ يديني ايه هنا ال 300 فولت دول جايين منين؟ لان قيمه المكثف او الماكرو بتاع ده قليل، 10 ماكرو مع 20 25 33 يعني في الحدود الصغيره ديت. طبعا لو انا عايز اخفض الفولت ده كله زي ما بنشوفه بعض الاجهزه الثانيه مثلا بندي له ماكرو عالي، يقول لك 1200 مثلا، 1000 ماكرو 12 فولت. فاللي بيعمل الحكايه دي يا جماعه او بيعلي الحكايه دي هو المكثف دوت. المكثف ده قيمه الماكرو اللي فيه هي اللي بتحدد لي الخارج من هنا. طبعا اختلال ده بيأثر لي على الجهاز، لان يعني ده هو ده اللي بيعمل لي خلل في الجهد كله. ممكن يعمل هبوط في الفولت فيهبط لي كل الفولتيات مثلا اللي هي هنا كده، فطبعا بنغيره بواحد جديد. طبعا طريقه قياسه زي ما احنا شايفين كده اهو الافوميتر، بنجيب كده على وضع الفولتميت، وضع اهو يا جماعه زي ما احنا شايفين كده، وضع ده هنا السود على وضع الكم دي اللي هي وضع الارضي في جميع القياسات، والطرف الثاني على الطرف الام اي، وبنحط هنا على التدريج بتاع الايه؟ بتاع الماكرو، من اول 20 نانو 200 نانو 2 ماكرو 20 ماكرو 200 ماكرو. طبعا طريقه القياس الافوميتر اهو بنقيس كده يا جماعه،
طبعا بشيله من الدايره. انا بس بضرب بوريكم ازاي. هنحط الطرف كده يا جماعه اهو. كده طبعا غالبا لو هو سليم هديني 74، بس ده تقريبا بايظ مديني بس طبعا لازم نخلعه بره يا جماعه. لحظه واحده نخلعه بسرعه كده ونقيسه اهو. بسم الله اهو يا جماعه كده زي ما احنا شايفين. طبعا اهم حاجه يا جماعه نفرغ المكثف، يكون مكثف فيه تشريز يعني شاحن عالي، ده 47. طبعا احنا جايبين كده على 200 مايكرو. هنشوف كده يا جماعه، شفتوا يا جماعه باظ ازاي اهو، مديني 3. بنشوف شوف 3 من كام، ده معناه ان هو بايظ، ده 47 مايكرو. طب نخلي على الايه، على ال 20 مايكرو، هنشوف هيدينا كام. مديني كام يا جماعه؟ 8.31 من يعني ما جاش حتى الربع. دي طريقه قياس المكثف. ورغم كده يا جماعه طريقه قياس المكثف غير مجديه. ليه؟ لان ممكن وانا بقيس خارج الدايره يديني قراءه كويسه، ولكن اما اجي اركبه وبياخد بقى جهد التشغيل وتشتغل الدايره ما يشتغلش بالكفاءه. فاحسن حاجه لاختبار المكثف في دايره ان انا اغيره بواحد نفس الايه جديد بنفس القيمه، ويا ريت اقيسه قبل ما يكون الثاني مركون في المحل، او مركون ومثلا ايه مركون وجاف، فلازم ايه اختبره واختبر ده برضه. وحتى لو جبت واحد جديد اشوفه مديني ايه القيمه بتاعته، لان انا كسعت في الحاجات دي كتير يا جماعه. اجيب المكثف الاقيه يعني ما بيدينيش قيمته، اروح راجع تاني للقديم الاقيه شغال احسن. فنخلي بالنا من النقطه ديت. بعد كده يا جماعه وحدنا هنا، طبعا احنا وحدنا طلع لنا 300 فولت على طرفي الافوميتر. طبعا الجزء ده يا جماعه كده او دايره البار بتاعت الريسيفر مقسومه نصين، نص كده قسم الشوبر ده نصين، نص حار ونص بارد. نص حار فيه كهرباء اللي هي ال 220 و 300 فولت اللي هم طالعين لنا من ايه؟ من المكثف دوت. طيب دلوقتي احنا طلعنا 300 فولت، عايزين نعديهم يطلعوا على الشوبر، يدخلوا في الشوبر ده اهو يا جماعه. دي اطراف الشوبر، الملف الابتداء اهو، الملف الابتداء اهو يا جماعه، بيدخلوا ال 300 فولت اهو. ادي الطرف الموجب اهو يا جماعه، الطرف الموجب اهو زي ما احنا شايفين اهو، داخل على الطرف الاولاني من اطراف الملف الابتدائي للشوبر، عشان بعد كده. طب ده 300 فولت مش هيعدوا، زي ما احنا عارفين النظريه الرئيسيه ان الاي سي قصدي الدي سي ما بيعديش من ملف لملف عن طريق الحس، لان يا جماعه هنا الملفات دي غير الملفات دي، ملفات الابتدائي غير الملفات الثانويه اللي هي بتطلع لنا الفولتيات المتعدده. فلازم عشان يعدوا لازم اي سي او على هيئه نبضات عشان يقدر يعدوا من هنا من ملف الابتدائي للشوبر الى الملف الثانوي للشوبر، ويتوحدوا بعد كده ويروحوا طريقهم بعد كده هنتكلم فيه. فطبعا قال لك لا احنا عشان نعديه لازم نرجعه اي سي. طب ايه المخمضه دي؟ يعني انت كانوا 220 تخليهم 300 وانت تقطعهم تاني شغلانه. المهم عندنا هنا يا جماعه الاي سي دي هي اللي بتقوم بدور التقطيع مع مجموعه الايه القطع الصغيره اللي حوالينا دي والمكثف دوت شويه المقاومات دي، يقطع الفولت عشان يقدر نعديه من هنا لهنا. عدينا الفولت طلع لي بقى ايه هنا ايه الفولتيات المتعدده، 5 فولت مش عارف 30 فولت 15 فولت 12 فولت. طبعا القيم دي بتختلف من جهاز لجهاز. ونلاحظ هنا الدايود الكبير ده، ايه الدايود الكبير ده؟ ودول صغيرين ليه؟ الدايود الكبير ده يا جماعه ده يبين لك ده غالبا بتكون الفولتيات القليله، ال 3.3 من 10 فولت او ال 5 فولت اللازمين لتشغيل مثلا حاجه زي الفلاشه البروسيسور، بتبقى مش محتاجين. طبعا الاشاره عايزه مثلا ايه الموحد اللي بيطلع لنا 300 فولت هو والملف. طبعا مش اي مش الـ مش الـ الموحد ده بيوحد، ملوش دعوه بالقيمه اللي هتطلع من الفولت، اللي هيطلع الفولتيات المختلفه دي حجم الملفات اللي هنا. ملفات الملف في كل عدد ملفات النحاس او الملف في كل ايه ملف. فطبعا احنا عايزين 5 فولت، عايزين 30 فولت عشان الاشاره، عايزين 12 فولت مثلا 15 فولت، وعايزين ارضي. فطبعا على فكره برضو الارض في الحر غير الارض هنا، يعني لاحظ كده مش ده الارض بتاع الحر اهو، اهو يا جماعه ده الحر الطرف اهو مختلف، لان بصوا الجهاز مقسوم نصين
بتنتقل، وده اطراف الشوبر اهي بتنتقل من هنا لهنا عن طريق غير مباشر، عن طريق ما نسميه الحس، ان الملفات الثانويه حاسه بالملفات الابتدائيه، حاسه بيها بس ما فيش تلامس خالص، والا هتلاقي الجزء الفوقاني ده بيكهرب. فالجزء اللي بيكهرب هو الجزء ده اللي هو اللي فيه 220 و300 فولت اي سي. طبعا عدينا الفولت، دخلنا على ايه، على مجموعه الموحدات دي، طلعت لي الفولت. لو انا شغلتها كده مش هتشغل الجهاز كويس، لازم ايه، مكثفات تنعيم، زي مكثف التنعيم اللي هنا، لازم مكثفات تنعيم ايه، توحد لي تنعم لي الفولت بحيث يشغل لي الدوائر اللي احنا هنشغلها بقى ايه بطريقه ناعمه كده، ما فيهاش قفزات، ما فيش اي سي كتير، تيار مستمر. طلع لي هنا على المكثفات دي. طبعا اذا المكثفات دي يا جماعه اذا حصل لها مثلا يعني قلت القيمه بتاعتها، يعني مثلا 10 ماكرو ولا 2 ماكرو، ده طبعا كده تالف بايظ، مش هيطلع لي الفولت كده، هيهبط لي الفولت، هيهبط لي الفولت الدي سي على اطرافه قليل التلاته، وهيأثر طبعا طبعا التلاته وتلاته من عشره دول شغال في حتت يعني حساسه، يعني منها الفلاشه مثلا 30 فولت. طبعا ال 30 فولت ده اللي هو بتاع تغذيه الاشاره، احنا محتاجين 15 فولت و 18 فولت عشان الراسي والافقي، طبعا بيطلعوا من الجهد اللي هو ال 30 او بيطلعوا من الجهد ال 20 على حسب الجهاز. طبعا هبوط الفولت هنا بسبب المكثف، وغالبا المكثفات دي يا جماعه هي اللي مع الشغل بيحصل لها انها تجف وتقل قيمتها، وبتاثر بقى على الفولتيات اللي خارجه، يعني ممكن ده ال 30 فولت ممكن يقطع لي الاشاره، ممكن يقطع لي مثلا الايه يعني يبقى الراسي شغال والافقي لا، لانه مش مدي فولت الافقي، يعني هابط لحد جهد الراسي ومش مدي جهد الافقي، لان جهد الافقي اعلى. دي احد الاسباب. طبعا احيانا يحصل فولت، يحصل ايه، نيجي نقيس الفولت على ايه، على الاطراف هنا، على اطراف الخارج، لو لقينا واحد ما فيهوش والباقيين فيهم، يبقى نشوف بقى الايه السبب، هل هو الموحد، هل المكثف، هل الملف. غالبا يا جماعه بيكون المكثفات دي هي يعني اسرع حاجه بتقدم او اسرع حاجه بتبوظ. طبعا قلت لكم ان الماده اللي فيها بتنشف فبتقل قيمتها. غيرنا احنا المكثف، تاكدنا من ده سليم، يبقى ايه، نبص على هو بيغذي ايه، بيغذي الفلاشه. طب ما احنا نقطع ال 3.3 فولت، نفصله مثلا من على البورده من السلك هنا كده مثلا لو هو ده، ونقيس، لقينا الفولت جه، لقينا الفولت جه خلاص اشتغل، لقينا الفولت عالي هنا 3.3 مثلا، يبقى كده في حمل عليه زايد، في حاجه بايظه في الدايره اللي هو بيغذيها، زي مثلا دايره الفلاشه او بالنسبه للحاجات التانيه دي، محمل عليه مثلا جهد الاشاره ما نقلهوش، بنتتبع جهد الاشاره نشوف الموحد سليم ولا لا، لقينا الطرف ده متوصل بالايه بالشوبر، يبقى كده سليم. يبقى ايه اللي مخليه بقى مهبط الفولت هنا، يبقى في حاجه محمله عليه، هنفصل الحمل على الحامل، يعني نفصل اللي هو الثلاثه اللي هو الطرف ده اللي هو ال 30 فولت او ال 20 فولت اللي هو رايح مثلا للاشاره، ولو جت هنا يبقى يا جماعه في حاجه في دايره الاشاره لازم اشوفها قبل ما اشغل الجهاز، عشان ما يعمليش ايه بايظ، وخصوصا لو كان ده بايظ وركبت واحد وخايف او خايف لا يبوظ كمان، لان ممكن يكون لسه انا ما عالجتش السبب، ويكون ده ايه وده يبوظ تاني وتتكرر العمليه. طبعا لو اي واحد من دول، طبعا احيانا كتير نلاقي كل الجهود دي هابطه ليه، احيانا واحد من الموحد دي عليه شورت، عليه قفله، هو عامل هو في ذات نفسه قافل، فتلاقيه هبط كل ايه
الفولتيات. طبعا طريقة لو لقينا مثلا زي ما احنا شايفين كده لقينا على واحد شورت، لازم نفك الشورت الاول قبل ما نبحث في حاجة تانية، لانه ممكن هو اللي يكون مهبط الفولت ومش مشغل الجهاز. اهو كده يا جماعة، طبعا اهو مديني 605، لو عكسنا ما ادانيش حاجة، غالبا كده ده سليم. بس يا جماعة ساعات ممكن تكون حاجة خداعة، ممكن يكون هو لو انا يعني ممكن يكون يعني بيقيس لي حاجة جنبيه، واحيانا حاجة فيها شورت يعني نعمل عليه كده شورت ونفك وما لقيش فيه شورت، يبقى في حاجة تانية يا جماعة، ده انا قست الدايرة اللي هي متصلة بيه. طبعا يا جماعة زي ما احنا شايفين الرمز بتاع الديود اهو شكل مستطيل وليه رجلين كده وعليه الشرطة، سواء هو في الدايرة مرسوم يعني على البوردة دي او هو في الحقيقي زي ما احنا شايفين ده الشكل الديودي، الديود او الموحد اسود زي ما احنا شايفين وعليه ايه اسطوانة فضي. طبعا المقاومة زي ما احنا شايفين المقاومات اهي طرفين، وفي هنا الوان، الالوان دي بتبين لنا قيمته. طبعا اللي مش عارف الحكايه دي موجوده عندي في المكونات شرح المقاومه وازاي تتقري وازاي تتقاس. زي ما احنا شايفين كده اول لون اهوك ده تقريبا بني او اخضر، فطبعا اول واحد يعني بنستعيد بكل لون من الالوان دي رقم، واخر رقم ده عدد نسميه عدد الاصفار، يعني ده رقم وده رقم وده رقم. معلش انا مش شايف ده كام، ده اخضر، ده اخضر مثلا 5 والازرق 6 والبرتقاني 3، يعني 3 اصفار، يبقى ايه؟ يبقى 5 5 و6 و3 اصفار، يبقى يبقى كام؟ 5 و6 و3 ايه؟ اصفار، يبقى 65 كيلو، يبقى ايه؟ 5 نقولها من الشمال عشان الأخضر 5 وبعدين 6 وبعدين 3 56، يبقى 56 ايه 56 كيلو. برضو احيانا طبعا لو قست كده بالمقاومة، قست كده وطلع لي 56 فين الكيلو، دي 200 كيلو مثلا كده اهو، أو طلع لي 55.8 مش طبعا يا 56 يعني مش يعني الحاجة البسيطة دي مش يعني بيبقى في نسبة خطأ 5% أو 10% زيادة أو نقص ما تضرش. ده هو الراجل اللي مصمم الحاجات دي أو اللي صنع الحاجات دي عامل نسبة الخطأ زي ما احنا شايفين آخر إيه الفاضي دوك ده نسبة الخطأ في المقاومة. المهم يا جماعة بدلنا ادالي كده 56 تقريبا واداني كده 56 اهو برضو كده، يبقى كده سليمة. طب لقيتها 900 كده يا جماعة 900 فولت 900 اوم، ده كده معناها زادت، يبقى انا عشان اتأكد لازم اخلعها واتأكد هي كده بتقيس حاجة تانية. عشان نعرف في معلومة يا جماعة لازم نعرفها، المقاومات ما بتقلش قيمتها، المقاومة عموما بتزيد قيمتها، يعني مش هتزيد عن 56، مش هتقل عن 56، مش هلاقي 10. انا لو لقيت 10 اوم يبقى هي لا اما بتقيس حاجة جنبيها، وعشان اتأكد اروح خلع طرف واقيس الايه من واقيسها من الخارج عشان اتأكد منها. لكن لو لقيتها زايدة اديتني فوق 56 وهي راكبة في الدايرة، يبقى كده برضو بتقيس لي حاجة أو هي فتحت، غالبا بتكون فاتحة، لأن مش معقولة هتقيس لي حاجة كبيرة وما تقيس لي حاجة صغيرة، بتكون إيه هي ذات نفسها بدل ادتني مقاومة كبيرة يبقى هي فاتحة، ادتني مقاومة صغيرة يبقى كده ده بتقيس لي إيه حاجة تانية، لأن برضو المقاومة دي كده شككتني فيها ما قيست لي حاجة تانية. المقاومة زي ما قلت ما بتقيس ما بتنزلش قيمتها، يعني لازم تعرف دي قاعدة بتزيد قيمتها. طبعا
هنا في حاجه اسمها الفوتوكابلر. ده الفوتوكابلر يا جماعه زي ما احنا شايفين، نصه في الحار، نصه في الحار ونصه في الايه في البارد. طبعا ده مع ترانزستورايه ديك اللي موجوده في اغلب الدوائر دي يا جماعه، بتاخد الفولت او بتشعر بالفولت الخارج من هنا، وغالبا بتاخدهم من الايه الثلاثة وثلاثة من عشرة، او لما فيش ثلاثة وثلاثة من عشرة بتاخدهم من الخمسة فولت، وتشعر بالفولت عالي ولا واطي. فالفوتو كابلر دي اداة لرفع وتخفيض الفولت اللي يناسب الدايرة. لو لقيت الفولت هنا عالي تدي امر للاي سي بتاعت التقطيع ده، اهدي شوية الفولت عالي عندي، انا هات كده احرق الجهاز، قللي شوية الايه، قللي شوية الفولت، قللي شوية ايه الفولت، تقلل الفولت. طلعت ايه اقل شوية، تقول لها يا ست دي فوتو كابلر، يقول للاي سي يا عم يا اي سي اتنشط شوية اشتغل، انا تعبان كده انا بنهج عايز شوية فولت زيادة مش هيشغل لي الجهاز كويس، يروح ايه تزود التقطيع على حسب شدة وقلة الطيار هنا اللي هو خارج من ايه من خروجات الباور اللي هي خارجة من الثلاثة وثلاثة من عشرة او الايه الخمسة فولت. طبعا هنا بيبقى فيها جماعة في خارج ده، في الخارج بتاعها في هنا مرشحات زي ما احنا شايفين كده، ده ملف، ملف هو عادي يا جماعة لطرفين، ده بيتقاس بالأوم بالبرد وبالبازر اهو يا جماعة، برضو كلها دي مرشحات وفلتر بديني ايه يا جماعة، اديني قيمة لقينا تقريبا صفر، بس ده برضو بنسميه فلتر، برضو مكثف فلتر، احتمال يكون مثلا فاتح، لو فتح مش هيديني صفاره وطبعا مش هيخرج الفولت اللي هو شغال معاه. هنا برضو في الدايره دي يا جماعه، فين الدايره اهو، دي دايره مختلفه شويه، برضو نفس الفكره يا جماعه، ادي الفوتو كابلر و431 اللي هو شغال برضو معاه عشان التحكم في الخروجات دي بالزياده او بالنقصان. طبعا تلف الاي سي دي او تلف الاي سي ديك دي او دي تلفها، وغالبا بيحصل فيها شورت، ما بيحصلش تقطيع، بتوقف الجهاز كله وما بيطلعش اي فولت. طبعا تلف احد دي برضو لو واحد بس ممكن يطلع لي فولت قليل وهيأثر لي على الجهاز، وممكن نلاقي الجهاز في كسورات وفي برضو اعطال وفي اهتزازات. الحمد لله. طبعا المكثف الباور الكبير ده طبعا تلفه اللي بنقول عليه الالكو ده اللي هو بيطلع لنا 300 فولت، تلفه برضه ممكن يعمل لنا تكسير. في هنا مكثف ده بيضيع الاشاره، ده يا جماعه المكثف اللي هو 47 ماكرو، او ممكن يكون في بعض الدوائر 30 ماكرو، ممكن ايه يضيع لي الاشاره. طبعا وظيفة الشوبر ده زي ما احنا شايفين هو انتاج الفولتيات دي، مع يعني يستقبل ال 300 فولت بعد تقطيعهم بواسطة الاي سي ديك، ويمررهم من الناحية التانية، تلاقي الجزء ده فيه كهرباء، الجزء اللي تحت فيه كهرباء والخروجات دي فولتيات قليلة، يعني كبرها 30 فولت 3.3 من عشرة إلى مثلا ل 30 فولت، فما بتكهربش. في حاجتين عايز اقولهم يا جماعه، عند حدوث شورت لازم اعرف ايه سبب الشورت، لان احتمال طبعا شغل يكون على السيريا، احتمال يكون الشورت ده سببه حاجه تانية محمله عليه مثلا، فلازم اشغل على السيريال واركب على حذر عشان ممكن ايه طبعا هيتكرر بوظانه، وممكن بعد ما اكون ركبت له بقى الديود السليم يروح مبوظ بقيت يبوظ الدايره كامل، يكمل في تبويظ الدايره. طبعا حدوث شورت بيأثر على دايره الباور وممكن يوقفها سواء هنا او ايه اللي هناك، فطبعا اي حاجه فيها شورت اشيلها. طبعا يعني ايه الشورت؟ يعني تحويل الحاجه لسلك يا جماعه، ببساطه كده، سواء الاي سي او الموحدات او الترانزستورات زي دي مثلا، فده بدل ما هو في مقاومه بين اقطابه مثلا الترانزستورات دي، نلاقي مدينا اصفار
معناه كده في شورت، يعني تحول لسلكة. يعني ايه سلكة؟ سلكة يعني ملوش دعوة بقى في اي، يعني مش هيقوم بمهمته. طبعا يعني ايه بقى معنى كلمة هبوط؟ يعني اقول لك ده حصل له هبوط في الفولت الفلاني، فطبعا حصول في الفولت الفلاني مثلا زي فولت من الفولتيات دي نتيجة ان حاجة حملت عليه، سواء حصل شورت في مثلا مكثف اللي هو بينعم له الجهد بتاعه او الدائرة بتاعت التغذية، يبقى انا لازم اعرف ايه السبب في الهبوط دوت. فطبعا احسن حاجة ان انا افصل الخارج، خارج المكثف الموحد ده بعد تنعيمه، او الطرف اللي خارج منه ده، وايه افصله واقيس واشوف الفولت موجود ولا لا. لو مش موجود يبقى العيب هنا بقى ايه، هنا او في هو ذات نفسه او اي حاجة خاصة بالدائرة، مش خاصة بالدائرة اللي هو بيغذيها. طبعا يا جماعة انا احب الالتزام بالايه، بالحاجة اللي عاملها المصمم. اي حاجة تبوظ اركب اختها زيها بالظبط بالرقم بالقيمة، لو قيمة مقاومة احط قيمة المقاومة بالظبط، قيمة مكثف يعني الفولت يعني، والماكرو مهمين. بس في دوائر التوحيد يا جماعة ممكن احط فولت اعلى شوية وممكن احط ماكرو اعلى شوية. يعني لو هو مثلا غالبا احنا بنعمل كده بيبقى 10 ماكرو مثلا اللي هو 3.3 مثلا بيطلع، بنحط له مكثف او في الدائرة الاصلية بتاعته 10 فولت. لا احنا نقول له لا احنا هنزود لك شوية الماكرو عشان يقوم بالتنعيم، وهنخليه 16 ماكرو مثلا 25 فولت عشان يحضر ايه يتحمل، وغير كده هينعم لك الجهد احسن شوية. بس ما كترش في الماكرو يا جماعة برضو قوي، لان دي محسوبة. بس للأسف الصينيين مقروطين شوية، عايزين حاجة يعني بالظبط كده يعني نفس القيمة عشان ما يغرموش فلوس اكتر. بس المكثف اللي هو يعني عالي الماكرو بتاعه شوية، ولو عالي الفولت برضو، لان ساعات بتحصل زي ما تقول كده أفزة في الفولت بيروح عالي اكتر من 10 فولت بيروح مبوظ المكثف. فنخليه مثلا ايه 10، نخليه مثلا يعني 10 ماكرو، يعني نزود في الماكرو شوية ونقلل في الفولت بسيط كده مش كتير، عشان يقدر ما تتكررش لنفس العملية، لان عملية 3.3 فولت ده والخمسة بتتكرر في اجهزة كتيرة وبتبوظ كتيرة، وخصوصا ان الماكرو قليل كمان. انت هتكبر الفولت شوية، يعني مثلا خليه 25، يعني لو هو 10 ماكرو خليه 25 فولت، 10 ماكرو خليه مثلا علي الماكرو شوية قليلا كده علشان ينعم الفولت احسن. طبعا يا جماعة نلاحظ هنا الخروجات، لو في فولت عالي بفولت واحد يبقى هو خاص بالايه بالموحد بتاعه والايه والمكثف. اما لو كلهم يبقى كده حاجة جامعة، ده كده الفولتيات كلها جامعة. طبعا انا هتأكد الاول من فولت 3.3 اللي هو المكثف، اللي هو ده كبير، لان ده هو ده اللي بيدي العينة للتلاتة، بيدي العينة للفوتو كابلر عشان يتحكم في الفولت. فممكن يكون خارجه هو اللي بايظ فنبوظ جميع الجهود، او ان المكثف ده هو اللي قلت قيمته فقلت الجهود هنا، فطبعا بتطلع هنا جهود قليلة وبتبقى جامعة في جميع الخروجات كلها جامعة. فلازم تظبيط الجهد يا جماعة، اول حاجة 3.3 و5.5، لانهم مهمين جدا، لانه زي ما قلنا الفوتو كابلر بياخد عينة منه عشان يقدر يحدد بقى يزود الجهد او يقلل الجهد، فده مهم جدا طبعا. والفوتو كابلر والترانزستورية دي مهمين جدا عند مثلا ايه اما الفولتيات بيحصل لها هبوط جدا، او ان الفولتيات كلها عالية، لان كل ده شغالة في تحكم في الايه في قيمة الفولت، الفولتيات اللي خارجة من دائرة الباور. زي ما قلت يا جماعة ان دائرة الباور دي
بتاعه الريسيفر هي نفس داير نفس الفكره العامه بتاعتها بتاعه التلفزيونات او ال سي دي، فولت 220 داخل متوحد متنعم، يتقطع ب باي سي او بموسفت او ترانزستورايه كبيره، يدخل على الشوبر يطلع علينا بقى مجموعه الفولتات اللي احنا محتاجينها سواء للشاشه او للريسيفر او للتلفزيون او ال سي دي. فالشوبر ده مهم جدا يا جماعه، وهي نظريه دي كلها نظريه الايه، النظريه نظريه عمل البوارات الحديثه، ان انا اتحكم واخرج فولتيات ثابته هنا في الخارج بغض النظر عن ايه الدخل كتير او قليل. ارجو ان اكون وضحت الفكره واكون يعني افدت اللي شافوا الفيديو ده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يا جماعه نسيت حاجه اقولها لكم بالنسبه للشوبر. الشوبر ده يا جماعه طبعا هنقيس احنا كده بين الملفات، ده لا تحديد لو انه ده يعني نادر ان هو يبوظ، هنقيس كده اهو هنلاقي ايه، بصوا في ملفات واصله ببعض وفي ملفات مش واصله ببعض. لو احنا عندنا دايره او نخرجه من الدايره وهنبص كده يا جماعه نشوف الايه الاسلاك دي رايحه فين عشان نعرف الملفات اللي احنا هنقيسها. ما احنا ممكن طبيعي عدم قياس الملفات مع بعض، مش شرط تكون الملفات كلها قايسه مع بعض يا جماعه اهو. وهنا مديني شورت، لما واحد يقيس كده يقول لك ده في شورت، لا لان طبعا الملفات عددها قليل جدا فمديني كده على الافوميتر انها ايه شورت. طبعا الناحيه دي كده اهو لازم نعرف الاطراف اللي تدي مع بعض والاطراف اللي ما بتديش مع بعض. طبعا ده لو انا شكيت في الشوبر، وده اخر حاجه اشك فيها يا جماعه لانه يعني مش كتير بيبص كتير. طبعا عشان معلش يا جماعه عشان احدد صلاحيه الحاجه زي كده ابدا الاول اتاكد من ال 220 داخلين كده على الطرفين بتوع الكهرباء، لقيتهم بقيس بعد كده اروح داخل على طول عليه يا جماعه على المكثف الكبير اهو واقيسه كده، اقيس الايه ال 300 فولت كده، لقيت ال 300 فولت لقيتهم، يبقى كل ده سليم، الموحدات سليمه، التوصيل الكهرباء ليها سليمه، الفيوز سليم. بعد كده دولك الموحدات دي يا جماعه كأوم، لقيت هنا حسيت بدفى هنا جامد او سخونه، يبقى كده غالبا دي بتكون ايه بايظه. لقيت كل حاجه تمام في السخونه و300 فولت داخلين هنا، هشوف بقى الخروجات هنا واحدد ايه بقى لو مفيش ايه اللي بايظ. لو كل الفولتيات دي مش طالعه يبقى اكيد ايه الاي سي دي غالبا بتكون هي اللي بايظه لانها مش مطلعه فولتيات خالص. ارجو ان اكون وضحت الفكره، واللي عايز يستفيد فيه قوائم للريسيفرات الميني والكبير، وفي شرح للمكونات وطريقه قياسها على البورده وغير البورده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.